شركة ألفا تواصل اتخاذ الإجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتحسين شبكتها منذ ما قبل توقيف الثنائي الزي ربعة، ومديرها العام يترك للتحقيقات كشف مدى تطور تقنيات الثنائي الزي ربعة. من مبنى لباتيل التابع لشركة ألفا، حيث كان يعمل المشتبه بعملتهما لإسرائيل الموقوفان شرب الأزي وطارق ربعة، انطلقت موجة الخوف من سيطرة إسرائيل على شبكة اتصالات شركة ألفا. راجت المعلومات والتأويلات والتحليلات عن مدى تورطهما وحقيقة الدور الذي كان يقومان به في وظيفتهما. واحد منهم مسؤول عن تصميم شبكتنا كمايكروويف وكوسائل ربط، واللي هو عنصر اساسي اليوم بتوصيل الشبكه ببعض، وواحد ثاني مسؤول عن الصيانه. اليوم اذا اي عطل بيصير على الشبكه، هذا الشخص مسؤول عن انه المحطه اللي خرجت عن 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 الخدمه يرجعها للخدمه. اذا بنحطها بالاطار التقني والفني البحث، الموضوع ممكن يكون ابسط من ما هو اثير بالاعلام. تقنيا هؤلاء الاشخاص عندهم حسب وظيفتهم وشغلهم اليومي عندهم اكسس على جزء من الشبكه، ما عندهم امكانيه الدخول على كل الشبكه بكل مفاتيحها والباسورد تبعها الى اخره. بالاطار الوظيفي تبع كل شخص حسب ما هو يعني معرف. هلا بنفس الوقت اذا الاشخاص هن استفادوا من الموقع اللي هن فيه وطوروا امكانيات ثانيه خارج اطارهم الوظيفي اللي نحن بنعرفه واللي نحن بنتابعهم عليه كل يوم، وصار عندهم امكانيات يوصلوا لمطارح ثانيه داخل الشبكه عن طريق خبرات فنية منا موجودة عندنا نحن داخليا، هذا موضوع بعتقد التحقيقات هي بتثبتنا إياه. في ظرف سياسي متوتر على وقع المعلومات الآتية من المحكمة ذات الطابع الدولي في لاهاي، والتي تتماهى مع معلومات صحيفة دير شبيغل عن وجود بيانات اتصالات لشبكة داخلية قيل أنها تابعة لحزب الله ومتورطة باغتيال الحريري، ربط البعض بين عمل ربعة وأزي وبين القدرة على التلاعب ببيانات الاتصالات على شبكة ألفا. للناحية التقنية اليوم بالمفهوم التجاري البحث للاتصالات، حسب معلوماتنا نحن اليوم ما عندنا إمكانية داخليا أنه حدا يقوم بهالعمل هيدا. هلا مش هيك، أنا قلت قبل شوي أنه مش عارفين إذا هالشخص طور إمكانيات معينة تقنية اللي هي بتفوق أي شركة تجارية. اليوم احنا ما ننسى اليوم نحن هدفنا الاساسي هو تامين خدمه عامه للناس مكلفين بقيامها من قبل وزاره الاتصالات. فهذه الخدمه التجاريه البحته ما عندها البعد الامني او البعد العسكري اللي معظم الناس عم تحكي عنه اليوم بلبنان، واللي هو غايب تماما بكثير من المواضيع. فهذا الموضوع بالذات يعني ما قادرين نغوص فيه اكثر، لانه ما عندنا الامكانيات نحن لحتى نقدر نحكم اذا الشخص مزبوط مثل ما يقال ولا لا. رغم توزيع للعمل داخل الشركة يجعل معرفة الموظف بالمعلومات جزئية، ورغم عدم قدرة جميع الموظفين من الدخول إلى بيانات الاتصالات الخاصة بالمواطنين، فإن الشركة تطمح إلى اعتماد نظام 3G الذي يؤمن حماية وأمانا ضد عملية الاختراق. نحن بغض النظر عن التحقيقات اللي عم تجرى حاليا، نحن من فترة كنا قبل حتى التوقيفات اللي صارت كنا قمنا بعملية مسح شاملة لكل الاي تي انفراستراكشر تبعتنا، ووضعنا خطة عمل لحتى نرجع كمان نواكب كل التطورات التكنولوجية بهالمجال اللي عم يصير بالعالم. من بعد ما صار التوقيف كمان عم نعمل هلا مسح شامل لكل الشبكة، سواء كانت اي تي ولا جي اس ام. وفي كذا اجراء كان يمكن اعلن عنهم الوزير معي الوزير اتصالات قبل بمره، انه اخذناهم كمان بوقت التوقيف اللي هن كمان عزلت شوي الشبكه شبكتنا عن الخارج او عن العالم. اليوم معروف انه مثلا الانتقال لشبكه ال 3G تقنيا وامنيا افضل اوكي من الناحيه هيدي. فبعتقد نحن واللي هو حاليا مشروع عم تشتغل عليه وزاره الاتصالات بالتعاون معنا طبعا، هالانتقال هذا وانس يعني لما بيحصل بالفتره الجايه ان شاء الله كمان حيساعدنا اكثر انه نامن اكثر الشبكه تبعتنا وقطاع الاتصالات بشكل عام بلبنان. 600 موظف في شركة ألفا مروا بظروف صعبة مع توقيف شخصين من الشركة، إلا أن الصدمة تم تخطيها رغم كل الخلط الإعلامي بين المسؤولية الفردية القانونية والاتهامات الإعلامية السياسية للشركة. نحن كشركة عالمية عندنا أكثر من 120 مليون مشترك بالعالم، موضوع من هالنوع هذا ما له أي تأثير على الـ على الـ على شركاتنا خارج لبنان، موضوع داخل ألفا، وبعدين موضوع بيخص أشخاص وحالات منعزلة يعني منفردة. مثل ما
قيل أكثر من مرة أنه المتهم بالعمالة ما بينتمي لا للدين ولا للحزب ولا للعائلة، فهو بالتالي ما بينتمي للشركة والمؤسسة اللي بيشتغل فيها. فمن من الإطار هذا التأثير على الشركة وأعمالها هو محصور جدا يعني. بنفس الوقت كمان كلمة حق تقال مثل ما بيقولوا، أنه مديرية المخابرات بالجيش اللبناني تعاطت مع الموضوع بكتير شفافية وبكتير موضوعية ومهنية. هنا كان بوجه لهم تحية وشكر من الألفة، سواء كان كموظفين أو كإدارة. ينتظر اللبنانيون نتائج التحقيقات مع كل المشتبه بتعاملهم مع إسرائيل، لكن الأساس يبقى بضرورة عدم اتهام أي مؤسسة أو حزب أو شركة بسبب توقيف شخص ينتمي إلى أي منها.